فرأيت رؤيا كأني أنا راكب في الطيارة في آخر كرسي عندك غرفة الكابتن، وألبي ولابس الإحرام، والناس وراي يلبون بتلبيتي. فاستيقظت فرحا منشرح الصدر، فقلت لي أرحامي وجماعتي، أنا لن أعود، سيعود جواز سفري وسأخرج، لكن أنا لن أعود إلى ليبيا. ما شاء الله، صلي عني بك. قلت له ما شاء اللي رأيت حق، الناس فسروا موت. فسروا نعم. وفعلا رجعت إلى بريطانيا، ثم قيل لي إن هناك مكتب الخطوط السورية ينظم رحلة لمدة شهرين ب200 باوند. فذهبت وحجزت وركبنا من مطار هيثرو، وإذا بالركاب كلهم خواجات أفندية ما في. قلت لا، للرؤية لسه ما زالت. نزلنا في دمشق، بيتنا ليلة، ثم في الفجر ركبنا الطائرة، وأذهبي الطائرة كلها محرمين. ما شاء الله. فركبت في نفس الكرسي. نفس الكرسي اللي رأيته. نفس الكرسي. بدأت الطائرة تحرك تبي تطير، قام واحد باكستاني كلمني باللغة الإنجليزية، قال لي أنت عربي؟ قلت له نعم. قال لي لماذا لا تلبي ونحن نلبي وراك؟ فلما قلت لبيك اللهم لبيك، ما بقيت ذرة في جسمي إلا وهي تهتز. سبحان الله. أيقنت أني أنا خلاص ماشي. جيت إلى مكة كأني أرى الكعبة لأول مرة، كأني أرى الكعبة لأول مرة. نسيت، كانت أحاسيس ومشاعر غريبة جدا، كأني أراها أول مرة، من حجيت 4 مرات. الله. عرفت، نسيت أهلي وزوجتي وأولادي وبلدي وقبيلتي وكل ما عندي، نسيت كل شيء. قلت يا رب أسألك جوار بيتك. الله. فرأيت في الليل أني واقف وأمامي مقام إبراهيم، وباب الكعبة قد فتح إلى الأرض، وأن الناس زي ما يكونوا في ليلة الختمة اللي عرفتها فيما بعد. ودخلت ولم يدخل معي أحد إلى الكعبة، فكانت مزدانة بستان وردي على حمرة خفيفة، من أجمل ما رأيت. فجلست على ركبي متجه نحو جناح الميزاب. نعم. فجاءني شاب، وأنا جالس لابس الشماخ السعودي، أنا ما أعرف لا شماخ ولا أعرف غترة، كنت أشتري الغترة ب5 ريال من اللي يبيعوا فيها ضمة، والثوب أشتريه ب25 ريال، ما أعرف ما أعرف أمور اللباس عند الناس أنا ولا شيء. فهمتني؟ فجاءني شاب من أجمل ما خلق الله خلقا وخلقا، بيده مبخرة، جلس أمامي على ركبتي، قال لي حللت أهلا ونزلت سهلا. ثم أخذ الشماخ وأدخل المبخرة، هذه كلها ما عندنا ما نعرفها أنا. ثم تبسم في وجهي وما عاد لقيتها. عبرتها بأي شيء؟ عبرتها بسهولة الحياة وتيسير الأمور، والله أعلم هل تطول إقامتي حتى أكون سعودي، من يعرف أنا، لأني الشماخ هذا اختلف في تفسيره. عرضت الرؤية على الشيخ المطلق عليه رحمة الله، قال لي هل جاءتك الجنسية السعودية؟ قلت له أنا على جنسيتي. قال لي عندك زوجة ولا زوجتين؟ قلت له وحدة. سكت، لأن كان معي ابني عبد اللطيف. فهمتني؟ ابني عبد اللطيف. فهمتني؟ لكنني يا أخي الكريم ما أراه في حياتي في مكة من التيسير ومن الود من الناس ليس على مستوى قوتي أنا أبدا. اللهم لك الحمد. أبدا. هذا مصداق لتلك الرؤية، حللت أهلا ونزلت